أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ما دار في جلسة الحوار الوطنية التي تم خلالها مناقشة قانون الأحزاب السياسية الجديدة وأعرب إمام عن سعادته بالقانون حيث قال إنه يعد انطلاقة سياسية نحو مستقبل أفضل للأحزاب السياسية بمصر نتناقش من اول هل نحتاج لقانون جديد للاحزاب ام تعديلات عليه واحنا بنتكلم عن انطلاقه سياسيه نحو المستقبل بنامل بها وبنحلم بها كلنا في الحياه السياسيه فجزء من هذا الامر هو القانون والضوابط التي تنشا عليها الحياه السياسيه الجلسه النهارده كانت جلسه قويه وممتده وفيها كل الاراء وبصراحه يعني كان الاستماع فيها لوجهات النظر استماع دقيق للغايه وجيد واعتقد ان احنا ان شاء الله قد نصل لرؤيه وفقا حوالين التعديلات الجوهرية اللي مطلوبة في قانون الأحزاب السياسية بما يليق بالانتقال الديمقراطي والحياة السياسية اللي احنا منتمين احنا ندخل عليها بعد مرحلة الحرب على الإرهاب لمرحلة الاستقرار السياسي اللي احنا شايفين انه احد اهم ملامحة هو ضبط للعملية السياسية وقانون جديد للأحزاب السياسية